السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي حبايبي طلبة السنتر طلبة الأونلاين. تعالوا أول فيديو في الهومورك لسينيور 2. بصوا كده هنا عايز اللو بيقول لي التنستي is had determined from the relation. احنا قلنا ان التنستي هي mass divided by volume. بعد كده هنا برضو عايز اللو بتاع الريلاتيف تنستي. احنا عندنا الريلاتيف تنستي اكتر من حاجة. تعالى نقراهم كده. هي mass of certain volume. يبقى هنا الفوليوم ثابت. of material. mass الماتيريال بس عن certain volume. و constant ها temperature. ها على مين؟ على mass of same volume. same volume of water. يبقى هنا same volume. يبقى mass على mass. mass الماتيريال على mass الووتر. at a constant temperature. يبقى دي سليمة. هنا بيقول لي عايز الريشيو between intensity of electrolytic solution electricity solution بتاعت الباتري after discharge intensity بتاعته low. يبقى discharge بكتب كده هو عايز discharge وبعدين تشارج افتر تشارج. يبقى التشارج الايه هي التاني. لما الديس تشارج كان الدنسيتي بتاعته لو. لما كان تشارج كان الدنسيتي بتاعته هاي. يبقى اللو على الهاي يدي لزان وان. يبقى لزان وان. هنا عايز الجرافيكال ريليشن بتوين الماس وما بين الدنسيتي. اقول له مهما زاد الماس كل ما بيزيد الماس بيزيد الفوليوم ويفضل التنستي ماله كونستانت فاليوم. هنا تو ها بولز الفيرست الراديوس بتاعتها ار والتنستي رو والسكند الراديوس 2 ار والتنستي 2 رو. عايز الريشيو بتوين الماس بتاعت كل واحد. يبقى انا هكتب كده دي ماس الفيرست ودي ماس السكند. انا اصلا عندي كده هو ان الدنسيتي هي ماس اوفر فول. يبقى الماس رو في فول. يبقى رو 1 فوليوم 1 والتاني رو 2 فوليوم 2 يبقى ايكوال رو 1 اللي هي رو ورو 2 اللي هي 2 رو. حلو. طب الفول الفوليوم بتاعت البول 4 على 3 باي ار باور 3. فالفور على 3 اهي في الباي دول كده كده هيروحوا مع بعض فوق وتحت اهو. يبقى الراديوس هنا راديوس ار يبقى ار باور 3. هنا الراديوس كم ار؟ 2 ار. يبقى 2 باور 3 ار باور 3. ابدا بقى كنسل كل اللي شبه بعض. ال2 مع ال2 4 على 3 مع 4 على 3 الباي مع الباي الار باور 3 مع الار باور 3. يبقى فوق مفيش حاجة واحد وتحت 2 تايمز 8 2 باور 3 ب 8 2 تايمز 8 يطلع 1 على 16. بقى الإجابة 1 على 16. هنا دي متل اوف ماس 750 جرام. يبقى المتل كله التوتال ماس بتاعته التوتال ماس كله 750 جرام. ماشي. 60% منه ماس المغنيسيوم. يبقى المغنيسيوم الماس بتاعته اهو الماس اوف مغنيسيوم 60 على 100 تايمز 750 يعني 450 جرام. خلاص اتس الدنسيتي والدنسيتي بتاعته كمان معايا الدنسيتي اهي 1 بوينت بتاعت المغنيسيوم بكام 1.7 اند ريست ده اللي هو الايرن. بقى الايرن ماس الايرن اكيد معايا برضه ماس الايرن ما هو كله 750 في 450 مغنيسيوم يبقى الباقي 300 جرام. والدنسيتي بتاعت الايرن 9. عايز ايه هو density of metal. عايز الافريج الافريج density اللي معاك معايا ماس ومعايا فوليوم معايا ماس ومعايا density. خلاص استخدمهم كفاية عليا. انا عندي كده عايز الايه الافريج
الافريج بيساوي ماس واحد بلس ماس اتنين على فول 1 بلس فول 2. في الفول بقى خلاص هشيله واكتب ايه مكانه. انا عندي اهو بصوا الدنسيتي، الدنسيتي ماس على فول، يبقى الفول ماس على فول، يبقى هكتب كده هنا ها ماس الاول على دنسيتي الاول بلس ماس الثاني على دنسيتي الثاني يبقى ايكوال. اللي فوق 750 اللي تحت 450 على كام؟ على 1.7 بلس ها 300 على كام؟ على تنستي الاير. تنستي الاير بكام؟ قال لي بناين، بناين جرام. خلاص دي احطها زي ما هي على الكالكوليتر وشوفها هتطلع معايا كام. اعتقد 2.5 فاكر انا يعني 2.5. بصوا كده ناخد اللي بعده. ده رسمة اهي، ده البالانس وهو فاضي ما كانش فيه حاجه خلاص، فكان عاطي 200 جرام يبقى ده الـ 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 التيوب وهي فاضيه 200 جرام. لما حطيت فيها ليكويد بقت 250 يبقى ماس الليكويد، ماس اوف ليكويد ال 250 دي كلها ماينس ال 200 يطلع ايكوال 50 جرام. ده الماس. حلو. طب الفوليوم بتاعه اهو واقف ما بين 20 و 30 النص 25 يبقى الفوليوم 25 كيوبيك سنتيمتر. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب التنسي، اقول له الرو ماس على فوليوم. الماس بكام؟ 50 جرام. والفوليوم بكام؟ ب 25 كيوبيك سنتيمتر. هو كل الاختيارات بالكيلو جرام، يبقى لازم احول اعمل هنا تايمز 10 او خلينا زي ما هي جرام اهي. دي ب 2 جرام لكل كيوبيك سنتيمتر. هو عايزهم بالكيلو جرام يبقى اعمل لهم تايمز كام؟ تايمز 1000 يبقى ايكوال تو تايمز 1000 تطلع 2000 بالكيلو جرام لكل كيوبيك متر. يبقى انا اشتغلتها بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر وفي الاخر حولتها عملت لها تايمز 1000. اللي هنا دول تو سيلندرز ار ميد اوف ذا سيم ميتال يبقوا سيم تنسي، سيم تنسي. هو اصلا بعد كده سيم كروس سكشن اريا انما فيهم واحد longer than the other which quantity is the same for both cylinder. هما سيم ايه؟ سيم تنسي، مش سيم متر يبقى سيم تنسي. هنا بقى بيقولي كده ده برضو البالانس عامل 250 جرام وهو موجود في التيوب وموجود في الليكويد. حطيت انت قطع من الرك فعملت 290 البالانس يبقى ماس الرك لوحده ها ماس اوف ايه رك لوحده ايكوال ال 290 ماينس ال 250 يطلع 40 جرام. حلو. طيب الفوليوم كان من غير الرك كان وصل 25 بالرك وصل 35 يبقى الفوليوم اوف رك 10 كيوبيك سنتيمتر. اصبح انت الماس موجودة والفوليوم موجود. تقدر تجيب التنسي ولا لا؟ اقدر اجيب التنسي بتاعت الرك بسهولة جدا. اعمل ايه؟ اخد الماس 40 على الفوليوم 10 فتطلع 4 جرام لكل كيوبيك سنتيمتر. انت عايزها بالكيلو جرام لكل كيوبيك متر تعملها تايمز 1000 فتطلع 4000 كيلو جرام لكل كيوبيك متر. يبقى دي الإجابة. اللي بعده أنا عندي هنا ده 2 كيوبس الاثنين من نفس الماتيريال يبقوا خلاص سيم تنسيتي. رو هنا هي هي رو هنا. بعد كده السايدز دي اكس ودي دبل اكس واحد فيهم دبل التاني. بيقول لي الويت بتاع السمول، الويت هنا بتاع السمول دبليو. عايز الويت بتاع اللارج، اقول له الويت
equal mass times gravity. فالجرافيتي كونستانت. فانا هنا ده الصغير والدبليو بيساوي ايه؟ الماس اللي هي عبارة عن الدينستي تايمز الفوليوم اللي هو اكس باور 3 في الجرافيتي. يبقى ده الدبليو بيساوي الكلام ده. طب تعال نحسب الويت ده. الويت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماس تايمز جرافيتي. الماس عبارة عن دينستي تايمز اللي ايه؟ الفوليوم. دينستي تايمز فوليوم. فهي هنا 2 باور 3 اكس باور 3. كل ده في ايه؟ في جرافيتي. يبقى الويت هنا الدينستي والاكس باور 3 والجرافيتي اهو. الدينستي والاكس باور 3 والجرافيتي دول يساوي دبليو. يبقى ايه الدبليو؟ تطلع الاجابه ايه الدبليو اللي بعده بيقول لي الريلاتيف دينستي اوف ايس كذا. وبعدين حصل له ديكريز للفوليوم وين 50 جرام اوف ايس ميلت. حلو. انا لو جيت عندي كوباية كده وحطيت فيها تلجة. التلجة دي 50 جرام وسبتها تسيح فهتتحول لووتر. الووتر ده الماس بتاعته ده كده ايس. محطوطين هنا في كوباية. هي محطوطة في كوباية وانا سبتها بعد ما حصل لها ميلت بقت بالشكل ده. فده بقى ووتر. هل انا ضفت حاجة عليهم او شلت منهم حاجة؟ لا. فاذا كان هنا الماس 50 جرام يبقى هنا 50 جرام. ليه؟ لان انت لا شلت ولا ضفت ولا خدت منهم حاجة. فيفضل 50 جرام الاتنين سواء كان ايس او ووتر. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يحسب الديكريز ان فول. تقوم تقول له دلتا فوليوم ايكوال الديكريز في الفوليوم. هو الفوليوم الاول ماينس الفوليوم الثاني. يعني الفوليوم وهو في حاله الايس ماينس الفوليوم وهو في حاله الايه؟ الووتر بعد ما حصل له الميلت. فانا الفوليوم قل فانا عايز اشوف الايه قل قد ايه. فانا هنا فوليوم الايس ده الفول عباره عن ايه؟ اهو تاني الترانجل بتاعنا بنكتبه على طول. الدينستي ماس على فول. يبقى الفول ماس على دينستي. الماس ما تغيرش في الحالتين 50. الدينستي بقى خلينا بقى شغالين بالجرام بير كيوبيك سنتيمتر عشان هو عايز الفوليوم بير كيوبيك سنتيمتر. فانا لو قلت كده هي الريلاتيف دينستي بتاعته 0.91. يبقى الدينستي بتاعه الايس الدينستي بتاعت الايس هي نفسها بقى. خلاص مش حضرتك بقى في 1000 يبقى هي نفسها. لان انا لما بقيسها بالكيلو جرام بعملها تايمز 1000. ده لو عايزها بالجرام حاسبها زي ما هي. يبقى الدينستي بتاعتها 0.91 ماينس ها الفول بتاعت الووتر ماس الووتر اللي هو 50 برضو ها على الدينستي الووتر اللي هو 1. يبقى ده ماينس ده. هاخد ده ماينس ده احطه مع الكالكوليتر يطلع معايا 4.9 كيوبيك سنتيمتر. اللي بعدها دي لسه حلينا. عايز الريلاتيف دينستي. الريلاتيف دينستي ايه؟ ماس الماتيريال على فوليوم الماتيريال. لا. ماس تايمز ماس. لا. ذا فوليوم اوف يونت ماس. لو الماس بواحد يبقى فوليوم الووتر على فوليوم الماتيريال. دي صح. لو الماس بواحد يبقى فوليوم الووتر على فوليوم الماتيريال. هنا اليونت بتاعت الدينستي اهي كيلو جرام دوت متر باور نيجاتيف 3. اهي بس مش مكتوبه صح. كيلو جرام دوت متر باور نيجاتيف 3. هنا ده ليكويد عنده دينستي رو فوليوم ات ميكس ات توجذر. وهنا ده 2 رو و2 فوليوم. يبقى هو اهو ادي الاول عنده ايه دينستي وعنده فوليوم. طب والتاني عنده كام؟ عنده 2 رو و2 فوليوم. ماشي. الاثنين ميكس عايز الميكتشر بتاعهم بس بدلالة الايه؟ الرو. فانا اكتبها سهلة خلاص اهي. افريج دينستي بيساوي ايه؟ رو 1 فوليوم 1 ها بلس رو 2 فوليوم 2 على فوليوم 1
بلس فوليوم 2. فتعالى بالراحه، دينستي الاولاني بكام؟ برو. طب فوليوم الاولاني في، دينستي الثاني 2 رو، في فوليوم الثاني، في فوليوم الثاني 2 في، ها على فوليوم 1 بفي، فوليوم 2 ب 2 في. يبقى هنا خد الرو والفي كومن، الرو والفي كومن، يبقى هنا كام؟ 1 بلس A 2 بلس 4 يدي 5، وتحت V بلس V 3 V. هنا ال V هتروح مع ال V يطلع 5 على 3 رو، 5 على 3 رو. اللي بعده ده two liquids of same masses are mixed together بس don't react. ماشي، والتنسي بتاعت التو ليكويدز رو وثري رو، عايز التنسي بتاعت الميكتشر، اقول له الافريج بيساوي طالما سيم ماسس هما كم واحد؟ اثنين، واحد على رو 1 بلس 1 على رو 2. التو زي ما هي، 1 على ايه؟ على رو، بلس 1 على 3 رو. اخد هنا ايه؟ التو زي ما هي، اخد 1 على رو كومان، يبقى مين ومين؟ 1 بلس 1 على 3، دي تطلع 4 على 3، يبقى 6 على 4، 6 على 4 رو، يعني 3 على 2 رو، 3 على 2 رو. هنا بيقول لي relative density no measuring unit. ليه؟ لأن هو ratio between two similar physical quantities. هو ratio between two similar physical quantities. الباتري بتبقى تشارج، تقدر تعمل لها تشيك باي ميجرينج الدينستي اوف الكتروليتيك سوليوشن. وين دينستي اوف الكتروليتيك سوليوشن از هاي سو ذا باتري is it charged. And when density of solution is low, the battery is discharged. هنا الدينستي differ from one element to another due to change the atomic weight of the element. بعد كده ده الكونتينر، الكونتينر ده هو فاضي، الماس بتاعته ب 10 كيلو جرام، الماس بتاعت الكونتينر لوحده فاضي ب 10 كيلو جرام، عطاني ان الفوليوم بتاعه 60، يبقى ده ماس الكونتينر وده فوليوم الكونتينر. عايز ايه؟ قال لي مليته جازولين وعطاني الريلاتيف دينستي بتاعته. او ما انا اقول له ايه؟ فوليوم الكونتينر، فوليوم الايه؟ الكونتينر هو ايكوال فوليوم الجازولين، لان انت مليت الكونتينر كله بالجازولين، يبقى الفوليوم بتاع الكونتينر هو فوليوم الجازولين. طيب اصبح هنا بقى تقدر تجيب ماس الجازولين ولا لا؟ اقدر يا مستر. الماس اوف جازولين ايكوال دينستي الجازولين في فوليوم الجازولين. دينستي الجازولين اقدر اجيبها؟ ما انا معايا الريلاتيف دينستي بتاعتها، وطالما معايا ريلاتيف دينستي اعمل لها تايمز 1000، يبقى اتحولت لدينستي. في فوليوم الجازولين، فوليوم الجازولين 60 لتر، يبقى 60 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 3،
فيطلع 43.2 كيلو جرام. ده ماس الجازولين. هو عايز ايه بقى؟ عايز ماس وات از اتس ماس، ماس الكونتينر وهو فيه الجازولين. يبقى التوتال ماس، التوتال ماس الكونتينر فاضي ب 10، حطيت الجازولين 43.2 يبقى 53.2 كيلو جرام. يبقى ده التوتال ماس. السؤال اللي بعده، هنا مديني كونتينر اهو الفوليوم بتاعه كله 0.5 لتر، 0.5 لتر. بعدين في تو ليكويدز، تو ليكويدز الفيرست والسكند. فالفيرست اخد 0.2 لتر، يبقى السكند الفوليوم بتاعته 0.3 لتر. اعطاني الريلاتيف دنسيتي لكل واحد، ريلاتيف دنسيتي للفيرست وريلاتيف دنسيتي للسكند. وعايز ايه هو؟ هو عايز الريلاتيف دنسيتي بتاعت الميكتشر. خلي بالك زي ما انت بتكتب الرول ده، الافريج يساوي رو 1 فوليوم 1 بلس رو 2 فوليوم 2 على فوليوم 1 بلس فوليوم 2. ممكن تكتب القانون ده، ريلاتيف دنسيتي الميكتشر اللي هو الافريج يساوي بدل دنسيتي تكتب ريلاتيف دنسيتي الاول في فوليوم الاول بلس ريلاتيف دنسيتي الثاني في فوليوم الثاني على التوتال فوليوم، فوليوم 1 بلس فوليوم 2. تعالى كده عوض بقى، يلا ريلاتيف دنسيتي الاولاني كان كام؟ 0.8. طب والدنسيتي الاولاني الفوليوم الاول كان كام؟ 0.2 لتر. ريلاتيف دنسيتي الثاني 1.8 في ها فوليوم ال فوليوم الثاني 0.3 على التوتال فوليوم اللي هو 0.5. دي تحطها على الكالكوليتر تديك 1.4، تديك 1.4. بالتالي دي كانت اخر مساله معانا كده. نهينا اول فيديو في حل الهوم ورك، وتنسوا شعارنا الفيزيكس تحبها تحلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.